عليكم، معكم ليلى بودور كوتش وأخصائية السعادة وجودة الحياة، ومرحبا بي معكم في اليوم 24. رمضان اولا هي فرصه لينا جميعا من اجل تغيير العادات السلبيه اللي عندنا واللي ما لقيناش ليها الوقت في الايام العاديه. شهر رمضان كيجي بواحد المتغيرات، كنبدلوا طريقه الاكل ديالنا، الروتين ديالنا كيتبدل، الطريقه ولا الوقت ديال النوم، فهذه كامله متغيرات خاصنا ناخذوها ايجابيا لصالحنا ونبدلوا حتى حنا طريقه التفكير ديالنا حتى من بعد رمضان. بعض الناس للاسف كيكتسبوا هذيك القضيه ديال انني انا معصب، يعني غير كيدخل رمضان بشكل مباشر كيفكر على انه غادي يكون معصب، فهو كيهيئ نفسه فكريا على انه غادي يكون معصب وغادي يكون متوتر، وكيف ما كنسميوها بالدارجه ديالنا التنظيمة. فهذه غير شي حاجه اللي كنكتسبوها من المجتمع، من الثقافه ديالنا، وهي ما كتكونش حقيقيه وما كتنطبقش على الكل. اللي كيقصدوا به الناس من خلال التنظيمة يعني انني انا معصب وانني انا متوتر وما تهضروش معايا وهذا، فخاصنا نحدو من هذا التفكير السلبي ونفكروا دائما بايجابيه في رمضان. رمضان فرصه كبيره باش نغيروا العادات ديالنا، كيف ما كنتوقفوا على الاكل وعلى التدخين وعلى شرب القهوه والكافيين، فممكن اننا نستمروا بهذاك النمط الايجابي وناخذوه كاسلوب حياه لنا. كاينين بعض الناس في رمضان اللي تتكون عندهم فرصه انهم يديروا ريجيم، انهم يوقفوا مجموعه من الامور، يوقفوا التدخين، فهذه علاش ما نكملوش وناخذوا هذه الاهداف الحقيقيه اللي احنا فعلا محتاجينها في حياتنا، ناخذوها ماشي غير في رمضان، تستمر معنا من بعد رمضان، وهذه غادي تكون فرصه ايجابيه لنا باش نحقوا التوازن النفسي. رمضان فعلا كيجيب بعض المتغيرات، كي مثلا الناس كيصوموا فطبيعي اننا نحسوا اولا بالخمول بالكسل، هذا الشيء راجع لنسبه انخفاض نسبه الدم، انخفاض نسبه السكر في الدم، وهذا الشيء طبيعي نحسوا بالخمول وبالكسل، ولكن ما نخليوش هذا الشيء يأثر علينا، نفكروا على انها فرصه ذهبيه لنا جميعا باش نقدروا نحسنوا من انفسنا ونكتسبوا هذا الاسلوب الحياه ويبقى نمط مستمر معنا.